طيب بنرحب بحضراتكم مره اكيد تانية، وهنتكلم زي ما نوهنا الفقره دي تحديدا عن بطولات منتخب المواي تاي اللي بيستعد ليها دلوقتي في الفتره اللي جايه، وملفات كمان جديده جدا وعديده خاصه بهذا الملف. خلينا بس نرحب في البدايه بضيفنا العزيز جدا الاستاذ محمود سعيد عبد القادر، المدير التنفيذي لاتحاد مواي تاي. اهلا اهلا، صباح الهنا. وميرات احمد لاعبه منتخب مصر طبعا للمواي تاي، بونجور، صباح الهنا. منورين الدنيا، سعداء بوجودكم معانا، وعارفين ان انتم بتستعدوا الفتره دي لمجموعه بطولات، حتى مش بطوله واحده، ما بين بطولات عربيه ودوليه. بس قبل بقى ما ندخل معاكم في تفاصيل استعدادكم للبطوله دي، البطولات دي مبدئيا كده، ميرات يعني خلينا نبتدي معاكي ونعرف يعني خلفيه كده عنك، وخلي ضمن يعني كلامك عرفينا اشمعنى اخترت الرياضه دي، لان يمكن ما تبقاش دارجه قوي لبنات كتير في مرحله يعني سنيه مبكره ان هم يختاروا الرياضه دي بالشكل ده. انا عندي 17 سنه، انا بلعب بقالي حوالي 5 سنين تقريبا. انا لعبت رياضات كتير جدا يعني من ساعه ما كنت صغيره، بس ما كنتش لاقي نفسي في حاجه قوي. بعديها لقيت نفسي بحب المواي تاي وبلعبه، لقيت نفسي بجيب بطولات كتير قوي، بس حسيت ان انا دي رياضتي بقى، لقيت نفسي فيها. بس انا لعبت حاجات كتير، بس هو المواي تاي اكتر حاجه شدتني وحسستني يعني بنفسي اكتر. وحاليا لسه بتدرسي طبعا؟ لسه داخله، انا ثانويه عامه لسه يعني. ربنا يعينك، داخله على المعمعه انت. فنون الدفاع عن النفس البنات دلوقتي كلها داخله فيها بشكل كبير جدا، وبقوا احسن كمان من الولاد. لا برضو شايفه كده؟ لا انت قول لنا فعلا محمود، يعني لا والله المشاركه فعلا نسيه مشاركه السيدات. عايز اقول لحضرتك احنا كنا لسه مخلصين دوره تدريبيه الاسبوع اللي فات، اول مره عدد البنات تفوق على عدد الرجال. يعني كنا نقول تعادل بس 30-30، فنسبه ال 50% ذات نفسها في دوره تدريبيه، ان مدربين بتعدي مدربين ان هم نسبه السيدات وصلت ل 50%، دي نسبه مش ما كناش معتادين عليها في حتى في الاتحادات الاخرى، ما بالك بالرياضه ناشئه زي رياضه المواي تاي. كمان في بنحاول نعمل تعاون مع كلية التربية الرياضية للبنات الهرم، بنحاول نعمل تعاونات مع كيانات مختلفة يعني عشان يبقى في مشاركة. لا بتاعت البنات. في تعاون كبير ان شاء الله هيتم معاهم ان شاء الله في الفتره الجايه، خصوصا واحنا بنستعد زي ما الاستاذ كريم قال، عندنا اجنده دوليه كبيره داخلين عليها، بطولة عربية شهر 8 إن شاء الله، بطولة بحر متوسط في شهر 12، وبطولة العالم في شهر 10. تستعد لهم إزاي بقى البطولات دي؟ معسكرات، تكثيف، تدريبات، يعني بتمشوها إزاي؟ بص حضرتك، والله طبعا إحنا عندنا منتخب كبير زي ما حضرتك عارف، بقى دلوقتي هو اتحط على الخريطة الدولية بشكل كبير، لأن بقينا بنحتل مركز في بطولة العالم، حتى البطولة الأخيرة بفضل من الله عملنا 5 ميداليات في البطولة. بقى الاتحاد دلوقتي في حصلته 3 سنوات 15 ميدالية متنوعة في بطولة العالم، ده عدد كبير، بالذات لرياضة المواي تاي. دي رياضة من الرياضات الصعبة والرياضات اللي بقت واخده مساحه على السوشيال ميديا بشكل كبير جدا، بجانب رياضه الام ام اي. لو اكيد حضرتكم عارفين ان الرياضتين دول بقوا بيعتبروا داخلين في محركات البحث، تاني الرياضات بعد رياضه كره القدم. في نجوم كمان من دول شمال افريقيا بشكل ملحوظ، من المغرب، من الجزائر، في الرياضات دي كمان جدا. لا المغرب ده حدوته في الرياضه دي. بس لما الافلام الحركه ركزت على رياضه المواي تاي لانها فيها اسلحه كتير، الكوع والركبه والضربات الطايره، الشو بتاعها شو حلو، شو عالي، حتى الميديا الحركه بتاعتها جميله. كمان كل رياضه ليها خلفيه ثقافيه قويه، بتلاقي الرياضه ذات نفسها بتاعتها قويه، لانها بيبقى ليها شكل، بيبقى ليها ستايل. هي دي روح الرياضه دايما في الفنون القتاليه. كل الفنون القتالية اللي جاية من خلفية ثقافية زي الكونفو، زي التايكوندو، زي الملاكمة التايلاندية، زي الايكيدو، كل الرياضات اللي آسيا عاملة شغل رائع في الإطار ده طبعا. بيبقى عشان عندهم ثقافة قوية. طبعا.
بيبقى حتى في بيفرقوا ما بين الرياضه كرياضه وما بين التراديشنال بتاعها. تلاقي في جزئين في ممارسه الرياضه دايما في فنونها القتاليه، في شكلها، جزء التراديشنال اللي هو جزء التقليدي بتاعها، وما بين الجزء الاساسي بتاعها. بس من اهم الرياضات اللي محافظه على الجزء التقليدي في كممارسه للرياضه بتاعتها رياضه المواي تاي، عشان كده تلاقيها دايما بتتعزف على انغام الموسيقى التايلانديه. اوكي، حلو جدا.